موضوع ان الاختلاط المؤذي، الاختلاط اللي بيوصل لمرحله لا ده احنا بنبتديها في صلاه فجر او صلاح حجابك او بلاش فلانه ديت. وزي ما قالت بنتنا الجميله هنا، قالت ساعات بيبقى البنت عندها نقص في الحب الطبيعي داخل البيت، فاي حد يقول لها كلمه بره فبتميل قلبيا. الضوابط بتاعه الامر ده ايه؟ اللي ربنا شرحها يا شباب. ضوابط الامر ده اللي ربنا شرحها، اللي هو ايه؟ المفروض اعمل ايه؟ غض بصر البنت، حياء في شكلها، في كلامها، في صوتها، في مشيتها. ماشيه بتختلف عن ماشيه. شوفوا فتاه شعيب، لا نصبر حتى يصبر الرعاء وابونا شيخ كبير. لما جه سيدنا موسى قال انتوا واقفين هنا ليه؟ ما كان رجاله وبتاع واقفين هنا ليه؟ قالت له ابونا شيخ كبير واحنا ما بنسقيش لما يمشي لما يتسقى الناس وكده بنبقى على بقى. فسقى لهما، روح وراح سقى لهما ثم توارى. لما سقى لهما ايه بقى الاخبار؟ حلو السؤال اللي انا عملتها لك دي، ها؟ الارقام بقى يعني تواصل بقى على الانستا بعد كده عشان ايه نشوف شكل السقيه ديت. ممكن بيصوروا لنا سيلفي جنبيها وبتاع. عمل العمل وطوارى. لما راحت قالت لابوها، قالت استاجر من خير من استاجرت القوي الامين، لانه يا شيخ الغض للبصر تعامل محترم، دي الضوابط في التعامل مع الجنس الاخر. وبعدين لما جت ان ابي يدعوك، مشيت قدام، لا ماشيه خلدها القران ليوم الدين، ماشيه في الحياه. وجهات هما تمشي ايه؟ استحياء، بسمت. مع ان هي قالت، هي وصفت، قالت قوي وامين، ودول اكتر صفاتين للبنات، الواد القوي يعني عارف ايه، واللي يمشي في المواقف وتبقى حاسه ان هو اللي شايل الدنيا كلها، وامين مؤتمن حاسه معاه بالامان حلو. فالمشيه خلدت لحياتها، دي الضوابط. مشيت قدامه، لا قال لها انا همشي ولو ضللت الطريق يمين او شمال دي في حجر اعرف الاتجاه. دي الضوابط بتاعتها، غض بصر، غض صوت، مشي الحياة. مفيش خضوع بالقول، بقى تلاقيها في قلب البيت بتتكلم عادي بصوتها الطبيعي. وبعدين تطلع بره البيت عشان عارفين الاصوات اللي هي دي، معرفش ايه الاصوات دي. وهي في البيت يعني عماله بتنادي بصوت دهوري خميس وجمعه. نفس الكلام الشباب بيتزين وبتاع، بعدين يرفع يحط في الجيم يومين وثلاثه، يقول لك العضله كبرت، لو عمال يصور في العضله هو لسه عندك 8 شهور لسه، ويحاول يتجمد علشان خاطر يظهر بشكل معين. الاختلاط يجيب للعلاقات الاسيه، وفي الاخر مش هتتجوزها ولا ابنيه تاني. احفظوا ان العبد لا يحرم من الرزق والزواج رزق، واتيان المحبوب رزق، تحرم منه بذنب المسلم. طب اللي بيترك شيء لله، ان ده ربنا قال لي لا كذا في خطوات، وانا حاليا قدامي 5 أو 4 سنين عشان امر، فانا احفظ هذا القلب لله سبحانه وتعالى. يعوضك ربنا ويديلك خيرا. دي اسمها ايه؟ مسلمات. دي قواعد الله سبحانه وتعالى حطها لنا في الحياه عشان نعرف نمشي بيها. تبقى محترم وابن ناس وتحافظ، هتاخد اللي انت عايزه. هنمشي والكلام ده خلاص عند البنات. او بص هي السمعه، يقول لك هي كتكه سمعه، كلمه واحده اتقال ده مش انا، والله ما انا دكتوره هنا، ده صاحبتي، صاحبتي هي اللي عملت، وصاحبتي اللي سابته، وانا ماليش دعوه بالقصه. مش معاها المراه على دين ايه؟ خليل يعني ايه؟ ما قالش على خلق، يعني صاحبك خلقه حلو فانت لا، دي صاحبتك شكلها انت زيها، وضعك شكلها انت زيها، نفس الكلام.